احنا يعني تورا الفاتية في الحقيقة احنا كنا محظوظين بقدرتها المنظمة، لان هي ست لياخد فيها اكاديمية قوية، وده كان ليه انعكاس قوي على عملنا في المنظمة، ان احنا خلال فترة ازمة كورونا وكان في تعطل في العمل الميدان بشكل عام في جميع الجهات، احنا كنا بفضل الله كنا نشيطين جدا بحثها لينا ودفعها لينا، وفتحنا مجال البحث العلمي الرصين بشكل قوي جدا. واحنا النهارده بنفخر وبنعتز، ودي حاجه احب اقولها، واحنا في معرض الكتاب اللي احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 14 حوالي 14 اصدار علمي في مجالات مختلفه تخص المراه، منها الاصدار اللي النهارده بنستهدف النقاش حوله، اللي هو الاصدار الخاص بالتقرير الاقليمي حول دراسات الازمات العالميه الكبرى وتاثيرها على النساء والفتيات في المنطقه العربيه. في مجموعه اخرى كبيره من الدراسات والابحاث المهمه، يمكن احنا عندنا لافته في الخارج حاطين عليها اغلفه هذه الاصدارات. الحقيقه الدراسه الخاصه بالازمات العالميه وتاثيرها على النساء والفتيات في المنطقه العربيه هي دراسه موسعه. لما حصلت ازمه كورونا خلال العامين الماضيين، وكان طبعا ليها تداعيات حاده جدا، ده لفت الانتباه ان ازمه كورونا مش هي الازمه الوحيده اللي مرت بكل الوطن العربي او كل بالعالم، في ازمات ضخمه جدا، وواقع الحال كشف قد ايه النساء والفتيات تحديدا هن الاكثر يعني تاثرا بها، وده كشف حاجه مهمه، ان وضع المراه ما قبل الازمه هو مرتبط بشكل قوي جدا بوضعها خلال الازمه. وده كان يعني بداية خيط بدأت الدكتورة فادية إن هي بفكرة إن إحنا نعمل الدراسة الإقليمية اللي شاركت فيها مجموعة من الدول العربية، تقدمت فيها نظريات عامة، دراسات نظرية ودراسات تعتبر دراسات حالة. إحنا النهاردة في الحقيقة مش هنناقش الدراسة في حد ذاتها، إحنا بنمد النقاش حوالين الدراسة في موضوعات ذات صلة بنستعين بخبرة ثلاثة من كبار الأساتذة في مجالات مختلفة، مجالاتهم بتربط الجانب النظري بالجانب الواقعي والعملي، اللي هم في مؤسسات معنية مباشرة بالخدمة وبالتفاعل مع المجتمع وبخدمة المجتمع. فالخبرات الثلاثة احنا بنتشرف بوجودهم النهاردة وبنشكرهم وبنعتذر لهم على الجو واللمسات اللي حصلت أثناء وصولهم للقاعة. طبعا المنصة جميعا لها تحية في الأطروحات اللي تفضلتم بها، أطروحات مميزة، لكن بشكل عام نقدر نقول إن احنا الكلام حوالين التمكين الاقتصادي اللي طرحته الدكتوره يمنى والكلام اللي قاله الدكتور لؤي فيما تعلق بان كلا الاتجاهات لم تؤثر لا على مؤشرات ادمان المراه في سوق العمل ولا على ان تكون الاسره حاضنه للحقوق زي ما حضرتك قلت. حقيقه انا شايفه ان احنا عندنا معطيات اساسيه في هذه المساله، وهي بقى هنا معطيات يعني عامة لكل المنطقة العربية، وهو البعد الثقافي والتأويل الديني. وأنا بلاحظ إن المنظمات العالمية والإرادة السياسية للدول عند هذين المعطيين أو هذين التحديين تقف بحصر. إذا لم نقفز كمنظمات عالمية ودولية وإقليمية على هذا التحدي ونتخلص من الحظر، الحقيقة إن إحنا هيفضل قدامنا كل الجهود التنموية سواء متعلقة بالألفية أو بالخطط الاستراتيجية أو كذا، هي قبض ريح بصراحة. فأنا أدعو إن إحنا يعني أولاً في منظمات دولية نخش هذا المجال التحدي الثقافي والتأويل الديني بشجاعة ونضغط من أجل أن تكون هناك إرادة سياسية في هذه الحالة سوف يكون لها روافع اجتماعية، لأن أنت في الحقيقة وأنت بتشتغل الشغل ده أنت بتعمل إغراق في مناطق تقريبا مسكوت عنها وتقريبا محظور الكلام فيها. الحقيقة إذا كان دكتور لؤي بيقول إن 80% من اللاجئين من العرب، فكيف نتحدث عن تمكين اقتصادي؟ وكيف نتحدث عن تمكين سياسي؟ وكيف نتحدث عن تمكين اجتماعي؟
إذا كنا النهاردة بنشوف صور اللاجئات وصور الأطفال وما يتجمدنا من البرد في قلب يعني خيم اللاجئين على الحدود في الدول المختلفة، فإزاي نتكلم عن التمكين؟ حقيقة الأخ العزيز من اليمن أدرك الليلة فقال إحنا محتاجين ناكل، محتاجين طب، ومحتاجين صحة، ومحتاجين تعليم. الحقيقة الأرقام بتقول إن في 20 مليون يمني تحت خط الفقر والجوع. إحنا دلوقتي ما بنتكلمش في حقوق خالص، إحنا بنتكلم في أساسيات الحياة. أول يعني باند وسلم في هرم بافر اللي كنا بندرسه وإحنا في الكلية. فإذا كنا بنتكلم النهاردة على 20 مليون يمني تحت خط الفقر، تحت خط الجوع، بنتكلم على 80% من لاجئ العالم من العالم العربي. بنشوف هذه المشاهد، أعتقد إن كل الأمور الأخرى هتبقى فيها أزمة. الحاجة الثانية والأخيرة وأسفة على الإطالة العزيزة اللي اتكلمت على عدم وجود آليات حقيقية لإنقاذ المرأة لما تتعرض لأي عنف. أيوة إحنا في عالمنا العربي نسن القوانين، ولكن للأسف هي غير خاضعة للتطبيق، غير خاضعة اللي إحنا نشوفها بشكل حقيقي. فللأسف لا المجلس القومي للمرأة يمتلك القدرة على التطبيق، ولا الشرطة تمتلك القدرة على التطبيق. ولكن أرجع لكلمة دكتور لؤي مرة تانية، التمكين ثم التمكين ثم التمكين بتربية النساء والرجال معا. إحنا محتاجين للتربية، محتاجين لعقل ديني مختلف خالص عن الموجود النهارده.